كابتن شريف الف مبروك، اداء ولا اروع كالعاده الشوط الثاني. والله الف مبروك كابتن، وقبل الماتشات اللي جايه كلها بهذا الاداء في الشوط الثاني، والشوط الثاني بتاع مباراه سيراميكا حاله استمتاع الحقيقه من الفرقتين. الحقيقه انا مش هقول فرقه النادي الاهلي فقط، انما فرقه النادي الاهلي عملت حاله من الانتشار السريع بقى، يعني تخلت عن البطء تاني هاف تايم. اللعيبه حسوا بالتاخر في نتيجه المباراه، ابتدت التحركات، ابتدى اللعيبه تظهر لبعض، ابتدى الباص باص 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 زي ما كان المدرب بيكلم من بره، حتى في ظل ان هو جاب الهدف ولازم يغطي بالهدف الثاني، كان مصر دايما على حاله الاستحواذ للعيبه النادي الاهلي اللي هي فقدت نادي الانتاج الحربي كل سيطره او كل التحركات اللي هي ممكن توصله لغايه محمد الشناوي. اهداف ولا اروع ولا اجمل الحقيقه من الخبرات الموجوده عندنا في الفريق. وليد سليمان وعلي معلول زي ما تمنيناه في اول شوط انه يكون دايما موجود في ناحيه الشمال وناحيه العمق اللي احنا كنا بنقول عليه بيبقى موجود في خط السته. وكل ما كسرت الاعداد وكل ما قدموه من خلف كانوا موجودين، وكل ما المجهود كان متمثل في ديانج وموفق ان هو يعمل احتكام في نص الملعب للعيبه كلها، الكره دايما بتترد تلاقي احمر تترد تلاقي احمر، كل ما انت هيبقى عندك التفوق على اي فريق انت بتلعبه. انك تملك المهارات الفرديه، تملك السرعات، تملك الخبرات اللي هي بتسدد من اي حته. النهارده شفت انا مجدي قفشه بيسدد كورتين في الماتش ورا بعض في دقيقه واحده مثلا. يعني الشوط الثاني التغييرات اللي حصلت، الدوافع اللي حصلت في الفرقه دي كلها، عايز اقول حاجه، خلي بالك كمان فارق معاك جدا واضح جدا مع كل الفرق انت لعبتها، العامل البدني. العامل البدني كمان انت في حاله الارهاق اللي بتصيب اي فرقه بتلعبها، الاستحواذ، عدم المس باص، ما بتعملش على نفسك كونتر اتاك، لا انت على طول انت الشكل المباشر، الشكل السريع، الشكل الفعلي اللي هو رايح تعمل عرضيات مثمره. شفت كام كره النهارده ضاعت بشكل غريب جدا، موجود اكتر من خمس لعيبه موجوده في خط ال 18. هذا الاداء يعني الممتع اللي دايما بيلحقنا به النادي الاهلي في الشوط الثاني نتمناه بقى في كل مباراه من بدايه المباراه. من بدايه المباراه. ايوه صحيح ان شاء الله.